الحقيقة مشوارنا في المبيعات شركتي هي المسؤولة عنه، هي بتتكلم مع العملاء بصفة مستمرة ان هي تحاول تقنعهم ان هم يسيبوا الشاليمو البلاستيك ويبتدوا يتوجهوا لناحية الشاليموات الصديقة للبيئة. بنشتغل معهم باستمرار على ان احنا نوعيهم ازاي يقللوا استخدام البلاستيك تدريجيا، وازاي يوعوا الزبون اللي هو جاي ياكل في المطعم بتاعه ان هم بيشتغلوا بشاليموات صديقة للبيئة مش بلاستيك. وطبعا لازم نراعي ان لسه الثقافة بتاعتنا مش اوار قوي من ناحية ليه نبطل استخدام البلاستيك، فطبعا بيبقى عايز يشوف الشاليمو اللي هو متعود عليه، ولكن في الجيل الصغير بيبقى مستجيب جدا وبيبقى عايز يشوف الشاليمو بتاعنا في اماكن اكتر بكتير، فبنلاقيهم بيقولوا للمطاعم اللي هم بيروحوهم ان في شاليمو صديق للبيئه، فبنلاقي ناس بتكلمنا بتقول لنا ده في عملاء عايزين الشاليموهات بتاعتكم. احنا من الاول اصلا ما كنا يعني عمرنا ما استخدمنا بلاستيك. من قبل ما نفتح المطعم واحنا كنا عارفين وعايزين ان احنا على قد ما نقدر نحترم البيئه. كنا قبل كده نجيب اللي هم الورق الكرتون، بس ما كانوش براكتيكال خالص، كان يتبلوا في الميه و يجوا من الصين، فانت كده الكاربون فوت برينت بيكون عالي قوي. لما اكتشفنا ان في الايرثن ستروز ما كانش فيها سؤال اكيد طبعا، الناس كلها بتحبها قوي، ناس كتيره بتاخدها البيت عشان بيتبسطوا لما يعرفوا ان هي بتتغسل وممكن يتعاد استخدامها. So far so good، يعني في ناس بتعمل بوست تمنشن الستروز بالذات بدل البيتزا. عندنا الاوبشن ان احنا نبعتهم لايرثلي او هم يجوا ياخدوهم وبيعملوهم كومبوست، فبيعيدوا تدويرهم، واحنا على قد ما نقدر من ناحيتنا بنحاول نعيد استخدامهم بان الناس تاخدهم البيت وتغسلهم وتستخدمهم تتبسط فيهم.